شغل الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. في هذا اللقاء الجميل وفي هذا اليوم نحمد الله سبحانه وتعالى على أن أحيانا بعدما أماتنا، وأحيانا على أكبر نعمة وكفى بها من نعمة، وهي نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة العظيمة التي سأل النبي موسى عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا وقال: يا الله خصني بدعاء أدعوك به. فقال المولى سبحانه وتعالى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فرد موسى: يا الله كل الخلق يقولون لا إله إلا الله. فكان موسى عليه الصلاة والسلام يريد دعاء خاص به موسى عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى يخبر موسى عظمة هذه الكلمة فأخبره فقال: يا موسى أما تعلم لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. فتخيل، نقف وقفة قليلة عند هذا الحديث، أن السماوات السبع بما فيها الكرسي والعرش والجنة والنار، بما فيها الملائكة والبيت المعمور. تخيل البيت المعمور يطوف عليه كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إلى قيام الساعة. فهذا العدد الكبير وهذا الخلق العظيم، وكذلك الأراضين السبع بما فيها من الإنس والجن والحيوانات والغابات والأنهار والأشجار والحشرات والكائنات كلها، هي لا تساوي شيء عند لا إله إلا الله. فنحمد الله دائما وأبدا أننا نحمل هذه الكلمة في قلوبنا، فيا ربي لك الحمد ولك الشكر على أن أحييتنا على هذه النعمة، ونسألك يا الله أن تحسن لنا الختام وأن تميتنا على هذه الكلمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ونمسي في هذه الحلقة على سيدي خادم الحرمين الشريفين وعلى ولي عهده محمد بن سلمان وعلى جنودنا البواسل الذين يحفظون الحدود والثغور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم سالمين غانمين في هذا اللقاء الجميل. وجماله أولا بمشاهدتكم أمام الشاشات، وكذلك بمن حضر معنا، حتى نستمتع وننتقي من البساتين من كلام الله سبحانه وتعالى، ومن الحديث، ومن الحكمة، ومن القصائد، ومن التوجيهات. فنبدأ هذا اللقاء الجميل بتلاوة عطرة من أخونا جواد السويسري. يا مرحبا. شغال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقسم